مشاهدي عقارات يونس خليفة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو رائع ومتميز، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينال إعجابكم والرضا ديالكم. فيديو ديال اليوم مختلف عن بعض الفيديوهات السابقة بحكم أننا غادي نشارك معكم مدينة جديدة وأرض بقعة أرضية بطبيعة الحال خاصة ببناء فيلا. كنتواجدوا أعزائنا المشاهدين في مدينة عين عودة اللي ما كتبعدش الا حوالي واحد 25 كيلومتر على مدينه الرباط العاصمه الاداريه. الموقع ديال هاد الفيلا هاد البقعه الارضيه غادي نشاركوا معكم بطبيعه الحال، المساحه، الثمن، جميع التفاصيل اللي يمكن لكم انكم تسالوها ان شاء الله غادي تلقاوها. كيف ما كتشوفوا راه هذا هو الحي اللي كتواجد فيه هاد الفيلا هذه اللي هو تجزئه بالعربي اللي كاينه في مدينه عين عوده اللي ما كتبعدش الا حوالي واحد جوج دقائق على الشارع الرئيسي، شارع محمد السادس. المهم بقاو معنا ان شاء الله، التفاصيل كامله كيف ما كتشوفوا راه غتكون الفيلا البقعه بحال هاد الفيلا هذه اللي امامنا، التفاصيل كلها ان شاء الله غتلقاوها في هذا الفيديو هذه، معلومات كامله اللي يمكن لكم انكم تحتاجوها بطبيعه الحال غتلقاوها، واللي بغى شي معلومه ما عليه الا يتواصل معنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه، نعطيوه بطبيعه الحال جميع التفاصيل اللي يمكن له انه يسال عليها. اخوان السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه للبقعه التجاريه اللي حبينا اننا نشاركها معكم خوتنا وحبابنا راه كتواجد في مدينه عين عوده. بالنسبه للفيلات راه كاين الفيلات هنا اللي تبناو كيف ما كتشاهدوا معنا، هذا هو الموقع ديالها. الحي تقريبا تجزئه بالعربي راه معروفه التجزئه هذه. يلا باديه كيف ما كتشوفوا الارض معنا راه مواطيه، الارض زوينه يعني ما كاينش الحضور والطلوعه، يعني الارض ممتازه جدا. والبقعه الارضيه راه هي هذه اللي غادي نشاركوا معكم ان شاء الله. المساحه ديالها 208 متر، عندها جوج ديال لي فاصات اوبوزي، عندها الفصاد البحريه والفصاد القبليه، يعني عندنا التهويه وعندنا الشميشه بطبيعه الحال. عندنا الشمس راه عندنا صباح مشاء، الشميشه ديال الصباح كتشرق عليها والشميشه ديال العشيه كتغرب عليها بطبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا معنا هذه هي البقعه الارضيه، المساحه ديالها كيف ما قلنا 208 متر، المساحه اللي ما شاء الله رائعه وكبيره. والموقع ديالها راه استراتيجي، راه قريب لنا الشارع ديال دوبل فوا، الشارع الرئيسي، شارع محمد السادس، راه هو هذا اكبر شارع اللي كاين في مدينه عين عوده. با واحد ثلاثه ديال الدقائق على رجلينا راهم السيارات كنظن كيبانوا لكم، هما هذوك كيبانوا لكم، حدانا المدارس خاصه هنا بطبيعه الحال، حدانا حتى المدارس عموميه. وهذا الموقع هذا راه عنده مستقبل ظاهر، هذه العمارات اللي كتشوفوا معنا راه كلها غتبقى هذا صمتها كلها بالعمارات هنايا، وهذه البلاصه هذه راه هنا كاينه فيلات. مدرسه شنو هذيك الاعداديه هذه؟ هذه اللي كيف ما كتشاهدوا معنا هنا، يعني راه موقع عنده مستقبل اللي ظاهر وظاهر جدا، المستقبل القريب ماشي البعيد. كيف ما كتشوفوا الناس راهم بداو كيبنيو، الناس اللي حفروا البير راه تبارك الله على 6 متر لقاو البير، لقاو الماء فائت تبارك الله. بالنسبة للثمن أعزائنا المشاهدين وخوتنا وحبابنا ديال هاد البقعة ديال الفيلا اللي المساحة ديالها 208 متر، راه الثمن ديالها 55 مليون وقابل للتفاوض. 55 مليون المساحة اللي ما شاء الله كبيرة، والثمن راه ممتاز جدا وقابل للتفاوض. بالنسبة للوريقات راه الوريقات ديالها تيتري بطبيعة الحال، كل شيء كاين، كل شيء الأمور ديالها مريقلة. الشارع كيف ما كتشوف معنا هذا الشارع ديال العشرة، وهادو هما المعلومات اللي يمكن لنا اننا نقول لكم على هذه البقعه التجاريه اللي كيف ما قلت لكم راه كتواجد في مدينه عين عوده اللي المساحه ديالها 210 متر. مدينه عين عوده الناس اللي بعاد شويه، الناس للجاليه المغربيه اللي مقيمه بخارج اللي ما عارفينش مدينه عين عوده، راه كتواجد قرب مدينه الرباط، حوالي 25 كيلومتر على مدينه الرباط، يعني قريبه بزاف ما بعيده شيء. شارع رئيسي هذا، هذا الشانطي الرئيسي هذا راه شارع محمد السادس، وهذا راه كيدي مدينه خريبكا، كيدي الرماني، كيدي يعني راه شارع رئيسي جدا. هذه العمارات كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم راه غتكون صمتة كامله بالعمارات هنايا، والفيلات راه تبارك الله حاليا بداو كيتبناو كيف ما كتشاهدوا معنا. هما هادو الفيلات ديالنا كيف ما كتشوفوا راه بحال هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معنا، هذه الفيلا اللي قدامنا ولا هذوك الفيلات راهما ما شاء الله الناس هادشي راه يلاه بدا وغادي في واحد النماء اللي كبير وغادي بواحد السرعه اللي كبيره. بالنسبه للثمن راه الثمن رائع بحكم الموقع وبحكم المساحه، وشوف الارض كيفاش دايره ما شاء الله راه ممتازه، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم والرضا ديالكم، ما عليكم الا تواصلوا معنا. بالنسبه للناس اللي كيسولون على الوريقات، اي منتوج شفتوه عندنا في لاشين ديالنا على اليوتيوب راه كنقولوا الوريقات ديالو بانهم راه تيتري، الا كان عدلي راه غادي نديكلاريو بها. اما الوريقات ديال هذه البقعه ولا البقعة ولا الشقق اللي عندنا في الفيلات ولا المحلات التجاريه راه كلهم الوريقات يعني شهادات الملكيه المكاتبه راه كتكون عند النوطير بطبيعه الحال. هذا هو الثمن ديال هذا البقعه ديال الفيلا للمساحه كيف ما قلنا ما شاء الله 208 متر، والثمن ديال 55 مليون وقابل للتفاوض بعد الشيء، راه ممتاز ورائع. نتمنى انه ينال اعجابكم، واللي عنده شي منتوج ما عليه الا يتواصل معنا، فنحن رهن الاشاره. هذا هو الموقع ديال هاد الفيلا هذه، موقع زوين، والجو ديال مدينه عين عوده راه جو رائع جدا، مريح ممتاز، والهدوء بطبيعه الحال كامل. بالنسبه
الحي الصناعي، عندنا حي الصناعي اللي بعيد، الديور هما هذوك كيف ما كتشاهدوا معنا، وهذا الموقع هذا راه عنده مستقبل ظاهر بحكم الموقع ديالو راه استراتيجي. اخوتي وحبابي ما نطولش عليكم، اللي بغى اي معلومه ما عليه الا يتواصل معنا عبر ارقام الهاتف مبينه في الشاشه. البقعه راه هي هذه، كاينه الشوكه وكاينه اللي حدا الشوكه، هذه الثانيه اللي حدا الشوكيه بطبيعه الحال، عندها جوج ديال الفاسات اوبوزي، عندنا الشميشه كيف ما قلنا صباح ومساء. نتمنى انه ينال اعجابكم هذا الفيديو، ربي يحفظكم ويستر عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.